السلام عليكم. طبعا اليوم انا بالجامعه، الجو فد حر مو طبيعي. قبل يوم شفت منشور على الجامعه، فمجله الجامعه طالبه شخص يشتغل بالطباعه وبالتصميم برمجه وهي السوالف، ويحسبوا له راتب. فاجيت اليوم على مود المقابله، خابروني قالوا لي قدمت على موقع الجامعه، وقالوا لي تعال المقابله بس. فاليوم جيت على اساس مقابله، بس طبعا اسم اجتماعي، وقاعد اسال انتظر. طبعا شفت ولد اصدقائي اللي يمتحنون دور ثاني، اتمنى لهم كل التوفيق يا ربي. دكتور رعد طبعا داخل انا دور ثاني، زمان كان أنا أريد أنبهكم على شغلة جدا مهمة. خاف طالب من عندكم من قبل إنجليزي جامعة كثير. أنبهكم وأحذركم من شخص اسمه محمد اللهيبي، ولد من الشركات، دير بالكم من عنده. أحذركم من عنده وابتعدوا عنه ولا تصدقونه أبد، لأن أنا أعرف فد واحد فضيحة لا تقدر تحكي سالفة قدامه. فضيحة يعني هسا أنا شحكي، هو طبعا كلهن انتبه عليه هنا وقت الدوام راح يفضحنا فضيح، فدير بالكم صادقونا. طبعا هذا اللي تشوفون صورته قدامكم، يعني فد واحد تعد من عنده، دير بالكم من عنده، حذرتكم انا. طبعا هذا كافتيريا المركز الطلابي جامعة كبريت.